مقاطعة بس، لأن معانا خبر مهم. كابتن محمد عظيمة كان بالتأكيد شغال مع النجمة في الفترة الأخيرة، ووجه يعني قدم استقالة. النجم اللبناني قدم استقالة وحاليا سافر ألمانيا، فكان عامل تجارب مميزة جدا سواء في عمان أو في لبنان طبعا. فنطمن منه بس نشوف خطواته في الفترة اللي جاية. كابتن محمد عبد العظيم عظيمة، الأول برحب بيك على شاشة قناة الأهلي، وموفق يا رب إن شاء الله. حضرتك موجود دلوقتي في ألمانيا. الو، السلام عليكم. ازيك؟ عليكم السلام محمد. وطبعا انا عرفت ان معاك كابتننا الكبير يعني كابتن اسامه والاستاذ محمد داهي الاعلامي الكبير. وحشني جدا يا محمد والله. اكيد جلسه جميله. انا اكيد مش شايفكم في التلفزيون لان انا موجود في المانيا حاليا، انما طبعا اكيد انا سعيد جدا جدا طبعا بوجودكم وسعيد بالمشاركه معاكم، وخصوصا طبعا انني قناه النادي الاهلي. بالتاكيد يا كابتن عظيم. طيب اولا عايزين نعرف بس ليه تركت نادي النجم اللبناني، وفي الفتره الاخيره كان دايما بتبقى موجود في عمان وفي لبنان في كذا دوله عربيه، بيبقى دايما كده ليك وجود مع العربيه الفترات الاخيره، ليه تركت نادي النجمه وليه رحت لالمانيا في التوقيت الحالي وانت عامل تجارب كويسه حتى في الخليج؟ طبعا وللاسف يعني انا النهارده يعني اتفقت عادي بالتراضي مع نادي النجمه. نادي النجمه كبير طبعا، عنده جماهير عريقه ومجلس اداره محترم ولاعبين كانوا على مستوى عالي. نادي النجمه نادي كبير طبعا، معروف بجماهيره في لبنان، من طبعا من اعرق الانديه اللي موجوده في لبنان والعرب، يعني ليه اسمه كبير ما شاء الله عليهم. انما زي ما حضراتكم عارفين ومتابعين، في الفتره الاخيره حوالي شهرين او ثلاث شهور في دايما مظاهرات، وفي زي ما بيقولوا كده يعني الحياه اوضاع غير مناسبه للعبة كره القدم يعني. يعني الاوضاع غير مناسبه، وتم تاجيل الدوري اكثر من مره. يعني احنا في الدوري لعبنا مباراتين فقط، والحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا فيهم وكسبناهم. كنا متصدرين المجموعه، ولعبت معاهم برضو من شهرين في البطوله العربيه، لعبنا مع الترجي تعادلنا 1-1 في لبنان واتغلبنا 2-0. يعني الحمد لله كانت الامور كلها ماشيه كويس، انما للاسف طبعا اكيد في حصل دروب او حصلت ازمه ماليه، مش في النادي فقط، لا دي في لبنان كلها. وبناء عليه طبعا الدوري بدا يتاجل مره في مره في مره، لغايه لما بنسبه 90% الدوري مش هيتلعب في لبنان السنه دي، او لو هيتلعب بشروط عدم هبوط بدون اجانب للتوفير، يعني للتوفير المادي. فيعني انا اتكلمت مع مجلس الاداره وقعدنا مع بعض واتفقنا على ان برضو انا ما اكونش حمل مالي عليهم كبير، وفي نفس الوقت انا شفنا يعني او كتبنا حاجه كويسه او انطباع كويس للمدرب المصري هناك في لبنان. اكيد انا شفت لك مباراه الترجي انا معاهم. نعم، شفت لك مباراه الترجي في البطوله العربيه، كنت عامل مباراه كبيره سواء جدا سواء في رادس او حتى في بيروت. الحمد لله احنا كنا لعبنا كويس، ويعني كان عندنا امل السنه دي ان احنا ناخد الدوري في لبنان والكاس. الفرقه كويسه، عملنا شغل كويس، كنا متصدرين طبعا، لعبنا مباراتين في الدوري متصدرينهم، مصدرين الدوري، يعني الامور كانت كلها ماشيه كويس. انما زي ما بيقولوا يعني الظروف ما جاتش زي ما احنا عايزين، والحمد لله على كل شيء. طيب حاسب طبعا نادي النجمه الكبير أكيد. وبشكر الجهاز الفني المعاون طبعا، الاداره والجماهير والناس، كل الناس اللي كانت شغاله معانا المنظومه كلها على الفتره اللي فاتت، ودايما بتمنى لهم التوفيق في الفتره اللي جايه ان شاء الله رب العالمين. طيب محدد خطوتك الفتره الجايه كابتن عظيمه، ولا عندك محاضرات في المانيا في التوقيت الحالي؟ والله انا لا، انا جيت بقالي يومين ثلاثه بس هنا على المانيا. هسجل نفسي لسه في الاتحاد الالماني، اشوف الدنيا فيها ايه، لو في عندي اي محاضرات ممكن اعملها في الفتره اللي جايه. لو ما فيش طبعا، في جات لي برضه عروض الفتره اللي فاتت برضه، زي ما حضرتك قلت في البدايه ان انا كنت موجود في عمان السنه اللي فاتت والموسم اللي فات، وربنا كرمنا طبعا وخدنا مع نادي الصفار الدوري والكاس هناك بدون هزيمه، وعملنا شغل كويس جدا معاهم. في بعض العروض برضه جات لي من عمان بس مش نادي الصفار، بس انا بدرس كل الامور دي كلها ونشوف ان شاء الله الاحسن ربنا يكرمنا فيه ان شاء الله رب العالمين. كابتن عظيمه بتمنى لك كل التوفيق يا رب في الفتره اللي جايه، وان شاء الله تكون عندك تجربه جديده في الدوريات العربيه الفتره الجايه ان شاء الله، ليك تجارب عديده. وكابتن اسامه معاك اهو، لو عايز كابتن اسامه عايز يقول لك حاجه. ازيك يا عظيم، اخبارك ايه؟ انا يا كابتن اسامه وحشني والله. حبيبي يا كابتن الله يخليك، وحشني جدا.
فاكر اخر جهاز كنتوا مع بعض؟ اه طبعا اخر آه جهاز كنتوا مع بعض، جهاز فني في الاهلي. طبعا طبعا تجربه كانت ظريفه، ولكن سبحان الله بقى في ظروف حصلت في الاخر كده هي اللي ما كملتهاش يعني. لكن عظيمه من المدربين الكويسين، وطبعا شرفنا وشرف المدربين المصريين في عمان، عمل نتائج هائله جدا مع ظفار وخد الدوري، وايضا في النجم اللبناني، وان شاء الله ربنا يوفقك في المرحله الجايه عظيمه يعني. حبيبي يا كابتن اسامه، انت برضه يعني كابتننا في الملاعب، وكان في النادي الاهلي او منتخب مصر طبعا، كنت موجود معانا برضه، او كنت انا موجود معاكم، وكنا موجودين مع بعض. لا طبعا كنا موجودين مع مارتن يول، استفدنا جدا من خبراتك ومن كل الناس اللي كانت موجوده هناك، دايما بنستفيد منك يا ابو الكباتن. ما شاء الله عليك على خلق عالي، والناس كلها دايما تشكر فيك، وانت رمز طبعا من رموز النادي الاهلي. الله يكرمك عظيم، الله يخليك، نتقابل قريب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. الله يخليك يا كابتن، سلامنا طبعا للاستاذ محمد داهي وكل الناس الموجوده. الله يخليك، بنشكرك يا كابتن عظيمه، وكل التوفيق ليك يا رب، وان شاء الله الفتره الجايه نشوفك في تجربه جديده كده في الخليج او في مصر ان شاء الله، لانك من المدربين اللي خدوا لايسنس البروفيشنال من الاتحاد الالماني، وبيحاضر في الاتحاد الالماني لكره القدم، فدي حاجه فخر وشرف لاي مدرب مصري او اي مدرب اهلاوي. فانت تستاهل كل خير، وبالتوفيق دايما يا كابتن عظيم. حبيبي استاذ محمد، متشكرين جدا، وشكرا لجميع الناس اللي شكرا جزيلا لحضرتك.